لها رواج الحقيقة كثير. لا فرق بين ما يسمى بالشيلات وما يسمى بالأناشيد، فيما هو ممنوع، واستخدام الحقيقة لآلات موسيقية، صحيح أنها مولدة، يقول مولدة من الحاسب الآلي. الحاسب الآلي الحقيقة هو مستودع لجميع الأدوات الموسيقية بجميع أنواعها، وفيها كما يقولون مكتبة من الأدوات الموسيقية للعالم كله، أي موسيقى في الشرق أو الغرب موجودة في هذا الجهاز، وتلحن أيضا بأي طريقة يريدها من يستخدم هذا الجهاز. فإذا غير صحيح أن نقول أنها من الكمبيوتر. ثم أحيانا يأتي إنسان يترنم ثم يحول صوته مع مؤثرات، يؤخذ من مؤثرات البشرية قليل ثم يقال بأن هذا مؤثرات بشرية. بأن هذه مؤثرات. فالعبرة إذا للغلبة، فإن كان المؤثر واضح ويعرفه العقلاء والناس الذين يعرفون المؤثر أظهر وأبين من المؤثر الصوتي البشري فهي صوت بشري، وإذا غلب الآخر فالحكم للغلبة، والحكم للظاهر، والحكم لبادي الرأي وبادي السماع. وفي التشاهل كبير جدا يقع في القنوات الإسلامية وفي غير القنوات الإسلامية، كل هذا غير جيد. إذن المطلوب هو أن تكون هذه المؤثرات البشرية أغلب، يحصل بها هذا الاستمتاع بهذا الصوت، ويحصل بها المباح مما أباح الله عز وجل. مو بالضرورة إلا أن تجر الآلة الموسيقية ثم تدخلها في هذا النشيد أو في تلك الشيلة. هي أيضا تعتريها الأحكام الخمسة. بعض الشيلات الحقيقة فيها عبية جاهلية، وفيها إثارة للنعرات، وفيها مفاخرة الحقيقة، فيها مبالغات شديدة جدا، وفيها أحيانا الحط، بعض الأحيان الحط من الآخرين في هذا، وكل هذا غير جيد. يا أخي أغناكم الله عز وجل، فيه من النشيد الشاد الذي ليس فيه يعني ترقيق مثل ترقيق غناء النساء ما يغني، وكذلك أيضا في الشيلات الحماسية والنافعة والوعظية التي ليس فيها هذه المؤثرات ما ينفع، ويكون لها أثر للإنسان في سفر أو في ملل ونحو ذلك، ولا يكون هذا أيضا غالبا. وكان السلف ينهون حتى عن الإكثار الشديد من الحداء، لأنه يزاحم القرآن ويزاحم ذكر الله عز وجل في القلب، حتى لو لم يكن فيه موسيقى أو أي مؤثر آخر قد يؤثر على القلب. ولهذا كان السلف يكرهونه كله إذا كان مؤثر على القلب. أما في حال العمل وحال القتال، إذا كان هناك قتال، أو حال إزالة الملال، أو حال السفر، أو ملل حتى في الحضر مما يحتاجه الناس عادة، فلا يقول مكروه، قد يكون مستحب وقد يكون مباح، فليس له أحكام واحدة، وكما يقول الفقهاء تعتريه الأحكام الخمسة بحسب اختلاف الحال، والله أعلم. شكرا الله.